هذا السؤال طبعا بالنسبة للفاجينيزم ومع السي او انفصلت عن الان من قلة النوم العصبية. الو شنو معناتها؟ دابا كثير من العيالات طبعا الاضطرابات الجنسية ماشي كاينة عند الرجل، كاينة عند الرجل وكاينة عند المرأة. ومن جنب الاضطرابات اللي عند المرأة مثلا كاين مثلا سكون ابل لا ديسبارونية او الالم خلال يعني العلاقة الجنسية، خلال الرابور سيكسويل تيجي المرأة عندها واحد الالم. لو فاجينيزم مثلا تيكون واحد نقوله هي في الفكره ما تخليش الرجل تماما يكون العلاج، يعني يا با بينيتراسيون، لان تتعتقد هي عندها شي افكار وشي عقائد مثلا ان اذا وقع مثلا يعني ذاك العلاج او لا بينيتراسيون راه يوقع وراه يوقع وراه يوقع. سكون ابل حنايا اون يوتيليز سكون ابل لا فليش ديسوندونت، باش دائما تنسولها تنقولوا ويلا دخل مثلا اش راه يوقع لك؟ تقول يقدر يجرحني او لا يقدر مثلا الدم ينزل او لا مثلا غنموت او لا غنتفرقع او لا غنتقطع، يعني تيتسمى لا فليش ديسوندونت. ولذلك انايا في لوفاجينيزم تتكون المراه مثلا تعيش مع راجلها مثلا 4 سنين 5 سنين 6 سنين، انا عندي حاله مثلا ديال 13 سنه وراجل مزوج مع المراه وما تمش العلاج، ما كاينش لا بينيتراسيون. فهاد المشاكل كثيره جدا مثلا، ولذلك هنايا يعني تتسبب واحد المشاكل. انها تنصحها يعني طبعا يعني على ان من الافضل تشوفي مثلا ان سيكسولوج، وان شاء الله باذن الله عندنا كثير من الحالات اللي كان عندهم لوفاجينيزم والحمد لله يعني دابا تيعيشوا يعني عاديا.